يا رب لغم. السؤال رقم 5، بتشتغل من سنين طويلة بس يعني عزيز الشافعي اسمه سمع قوي لما ارتبط مع عمرو دياب. صح، عمرو دياب صاحب الفضل عليك؟ يعني بعد ربنا. بعد ربنا أكيد طبعا. وبعد مجهودي أكيد عمرو دياب صاحب فضل كبير حقيقي. هو اللي حطك يعني في صف الملحنين اللي هو الصف الأول؟ ما أنا هقولك، هو عمرو دياب بيبقى عامل زي السبوت الكبير قوي، لأنه مش مطرب محلي، هو مطرب عالمي. فلما بتشتغلي معاه هي يا إما طاقة القدر تفتح لك، يا إما بتتكشفي إن أنت فاضية ما عندكيش حاجة، فهو أنت يا تستفيدي قوي 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 لا توعي قوي قوي. لا توعي قوي قوي. الحمد لله إن أنا كنت عامل الفنان الكبير عمرو دياب في أول شغلنا مع بعض يوم تلات، وتابعها بعد كده قدام مرايتها وزي ما انتي وسهران والاغاني دي كلها في 3 4 شهور، فكلها كانت اغاني هيتس وكلها اغاني قويه جدا، فقدمتني بشكل الناس ما كانتش شايفاني بيه قبل كده. فطبعا هو صاحب فضل اكيد. يعني اللفه اللي بعدها،